منذ أن تصاعدت الحرب الكلامية واستدعاء السفراء بين طهران وأنقرة، وذلك بعد تصريحات أطلقها إيراج مزجدي السفير الإيراني لدى بغداد، واستنكر فيها هجمات الجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، وطالب أنقرة بمغادرة العراق واحترام سيادته، والأوضاع السياسية بين البلدين تعاني نوعاً من التشنج السياسي فيما يخص الوضع العراقي. الرد التركي ركز على نقطتين أساسيتين، الأولى هي ضرورة دعم إيران لتركيا في مكافحتها للإرهاب، والثانية هي أن سفير إيران في العراق هو آخر شخص يمكنه أن يلقن أنقرة درساً في احترام حدود العراق. ما تقوم به تركيا هو عمليات انتقام لمقتل مواطنيها، غير أنه جزء من حرب طويلة الأمد بين أنقرة والحزب المسلح. أما التواجد الإيراني فهو جزء من استراتيجية طهران لتوسيع نفوذها في المشرق العربي وتعزيزه في سوريا ولبنان. وإذا كانت أنقرة قد لاحظت المفارقة في كلام مزجدي، فإن العراقيين ينتظرون أن يقوم الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالدفاع عن سيادة بلدهم. أما محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب فقد طالب ممثلي البعثات الدبلوماسية باحترام سيادة العراق كي يعاملوا بالمثل، وآخرون عدوا التراشق الكلامي بين السفيرين يمثل استخفافا بالسيادة العراقية. السفيران الإيراني والتركي لدى بغداد عادا مؤخرا إلى تهدئة الأجواء بينهما والتوقف عن إطلاق التصريحات التي وصفها العراقيون بالمستفزة وغير المقبولة، وذلك بعد أن بررا لنفسيهما إطلاق تلك التصريحات تحت حجة الدفاع عن سيادة العراق وبحجة أن فاقد الشيء لا يعطيه، وبينهما يتفرج العراقيون على بلدهم الذي يتحدث الجيران فقط عن مصيره وسيادته وشعبه.